الله الرحمن الرحيم. تنشكر المكتب الجامعي جزيل الشكر انه كمل في هذه السنه الحميده ديال كاس المرحوم عبد المؤمن الجوهري اللي سنتها جامعه في عهد السيد عبد اللطيف قطبي. هذه الدوره التاسعه. هذا الكاس ستاخذ اهميه عام على عام، وعندي وعد من عند المكتب الجامعي ان هذا ان لا سوبر كوب اللي تجمع ما بين بطل الموسم في البطوله وبطل كاس العرش، هاد لا سوبر كوب تسمى بسميه المرحوم ابتداء من السنه المقبله، وفيها جوائز قيمه وفيها تاهل لكاس افريقيا. هذا شرف كبير لنا، وهذا العام تشرفنا بحضور هذا الكاس في مدينه القصر الكبير، وهذه فرصه لهذه الساكنه الطيبه انها تكتشف فرق كبيره في البطوله كفريق الكوكب الرياضي المراكشي وفريق اتحاد طنجه. هذه بالفعل فرصة أنه المدن أن هذا الكأس تنضم في مدن أخرى من غير المدن الكبيرة، وأن المدن الصغيرة حتى هي الوليدات يلعبوا كرة اليد. وتنشكروا بالفعل هذا التلة الكبيرة من المسيرين ومن اللعابة اللي جاوا خصيصا لحضور هذا المباراة. هاد الناس يعتبروا هذاك السيد خوهم وباهم، وداروا زعما معنا ومن نشاط السفر من كاع مدن المغرب تقريبا لحضور هذه النهايه اللي تتحمل اسم عبد المؤمن الجوهري المرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كيحضر لي الشرف كبير باش نحضر في هذا التكريم ديال المرحوم عبد السيد الجوهري على ما قدموا لكرة اليد الوطنية والكرة المراكشية، وهذا شرف لي كبير ثاني باش نجيب لي جون اللي كيكونوا صغار ديال الكرة المراكشية باش يعرفوا شنو هو عبد الجوهري. والحمد لله كنشكر الجميع اللي هي طاية من المجهود اللي دارت باش هذا الكأس هذا يبقى يتلعب في جميع المدن المغربية باش توسع القاعدة ديال كرة اليد ويعرفوا الناس بزاف على شنو هو السي عبد المؤمن الجوهري. وشكرا لهاد الناس ديال المنطقه ديال القصر الكبير. هذا العام اللي فات راه كانت في العيون، هذا العام راه في القصر الكبير. ان شاء الله العام المقبل ان شاء الله تكون في شي مدينه اخرى باش كي قلت القاعده ديال الكورتيت توسع شي شويه وتعرفوا الناس على السي الجوهري. وهذا شرف لي كبير عاوتاني نقولها باش نجيبوا الشبان ديال الكوكب المراكشي باش يشاركوا بلا ما يعني هذا الهضره كلشي يمكن غادي يكون قصرت في ما قدموا السي الجوهري لهذ الكره اليد الوطنيه. بالفعل اليوم حنا كنتواجدوا بمدينة القصر الكبير اللي كتحضر النهائي ديال بطولة المغرب للفتيان ونهائي كأس الجامعة تحت الاسم عبد المؤمن الجواهري. بالفعل تنظيم القصر الكبير لهذه المقابلة ما هي رسالة إلا رسالة واضحة بأنه اللي تندرج في إطار سياسة الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد على أساس تجاوزك المحور ديال الرباط الدار البيضاء وفتح المجال لكل مدن أقل المملكة. والهدف هو انه تحسيس بالدور ديال كرة اليد الوطنية وايضا العمل على توسيع العمل القاعدي في هذا المجال. هذا من ناحية تنظيم النهائي ديال بطولة المغرب في الفتيان. وبالنسبة لكأس المرحوم فهو بالفعل هو لفتة للتاريخ ولفتة للذكرى. عبد المؤمن الجوهري قد واسمه عطى الشيء الكثير لكرة اليد، كرة اليد الوطنية بصفة خاصة والرياضة الوطنية بصفة عامة. وهو كنعتبره شهيد الرياضة الوطنية لأنه فارق الحياة وهو في الديال ألمانية بطولة العالم لكرة اليد. وحنا اليوم كنتذكروه في هذه المدينة هذه على أساس أنه غادي يبقى عرف وسنة كل سنة غادي يتم تنظيم الكأس الخاص بهذه الشخصية هذه، واللي كنهدفوا منه بأن هذا الجيل الجديد يتم التعريف بالمجهودات اللي قدمها ونبقاو نستحضروا في كل المناسبات الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنا كنتواجدوا بمنزل القصر الكبير لحضور مناسبة ديال المقابلة النهائية ديال كأس عبد المؤمن الجوهري اللي كتشكل يعني رجل الله يرحمه اللي عطى الكرة اليد المغربية الكثير والبصمات ديالو باقي لحد الساعة. وما يمكنش يتم الدعوة ديالنا قبل عائلة المرحوم
هذه مناسبه اللي كنفتخروا بها وكنحضروها، واخا تكون كانت في العيون حضرنا لها، اليوم في القصر الكبير تنحضروا لها، وفيما كانت ان شاء الله رجل اللي عطى واللي كان كيمثل كره اليد المغربي احسن تمثيل لا في المحافل الدوليه ولا في يعني في ما حل وارتحل. عرفت كره اليد المغربيه واحد الازدهار في الوقت ديالو، للاسف هذا قدر الله، يعني ما عدناش فيه هذا، ما توفى اثناء اداء المهمه ديالو في الديار الالمانيه. كنا كنتاسفوا ولكن قدر الله هذا. كنتمناو ولو بصيص من الامل من ذاك الايامات عبد المؤمن الجواري الله يرحمه والرجالات اللي كانوا معاه، تندوي على الرجالات ديال معنى الكلمه اللي كانوا يعني واقفين على صهرين على كره اليد. تنتمناو هاد الايام ترجع ورحمه الله عليه في هاد اليوم، هاد الايام المباركه، وحنا مع العائله ديال سعد المؤمن فين ما كانت، واللي كنتمناو هاد المناسبه تقنن وترسم باش حتى شي واحد ما يبقى نديرو هكا عشوائيه، تكون بالمقام ديالها وتعطي للسيد واحد الصوره اللي كتليق به. اليوم مدينه القصر الكبير تحتضن دور المرحوم الحاج عبد المؤمن الجوهري. الحاج عبد المؤمن الجوهري من ابناء مراكش، مدينه مراكش والبراره، صداو خدمات جليله لكره اليد، بحيث كان هو رئيس فريق الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، كما عمل رئيسا منتدبا لكرة اليد، بعد ذلك انتخب رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد. وحاجة بومر الجواري كما قلت لكم لقد أصدر خدمات جليلة لكرة اليد، لا ميزة نيفو ديال كرة اليد هو اللي خرج ذاك البركة المشروع ديالها وحطها حيز تنفيذ. والمرحوم تكريم له على ما أسدى من الخدمات، بأنه توفى ما نساوش بأنه توفى في ألمانيا كأس العالم ديال 2006 وهو يرافق الفريق الوطني الأدوار النهائية ديال كأس العالم. أنا حاليا من المكرمين في هذا الدوري، أصبحت أكتسي واحد الصيت على الصعيد الوطني حتى على الصعيد القاري، على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد المغربي، لأنه هو كان رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد. الحاجة بيوم الجواري 4-0، الحاجة بيوم الجواري تنقولها وتنعود نقولها بتجربة الفضل في تنظيم هذا الدوري، هو ساعدته في التثبيت، الناس ساعدته في التثبيت توا، من الناس اللي عملوا مع سي عبد المؤمن الجواري وعرفوه اش بصدام الخدمات الجليله لهذ الرياضه بصفه خاصه. الناس كلهم دابا نقول لك هكا، الناس اللي متبعين الشان ديال كره اليد عارفين شكون عبد المؤمن الجواري، تعتبروا بان هذه غير التفاته صغيره من جانبهم ازاء هذا الشخص وازاء عائلته. لانه كي قلت لكم انايا من الناس اللي صداو خدمات جليلة لكرة اليد، وبصراحة بصراحة تنعطينا بصراحة الحاج عبد المؤمن الجواري إنسان كان خلوق، كان إنسان طيب، كان إنسان بشوش، كان إنسان دبلوماسي، كان إنسان عنده واحد الطريقة تحل مشاكل استثنائية، عنده واحد الأسلوب ديال القناعة خاص به، هو إنسان مثقف، إنسان رحمه الله واسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا الله يرحمه. ويتبقى هذا الدوري غادي يبقى ديما ان شاء الله، كما دابا الدوري جامعه في المدينه، اليوم في القصر الكبير، غدا يكون في تطوان، غدا يكون في طنطان، غدا لانها شخصيه وطنيه وتستاهل التكريم.